أكثر دولة خالفت قرارات الأمم المتحدة وانتهكتها هي إسرائيل. أكثر دولة خالفت قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هي إسرائيل. أكثر من 19 قرار من مجلس الأمن. وللتو في 23 مارس في جنيف في مبنى مجاور صدرت القرارات التالية بحقهم: يطالب مجلس حقوق الإنسان إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بأن تنهي فوراً احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة. يؤكد مجلس حقوق الإنسان حق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على ثرواته وموارده الطبيعية. يهيئ بجميع الدول أن تكفل الوفاء بالتزاماتها بالامتناع عن الاعتراف أو الإعانة أو المساعدة فيما يتصل بانتهاكات إسرائيل الجسيمة لقواعد القانون الدولي. يؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. يعرب عن استيائه إزاء محنة ملايين اللاجئين والمشردين الفلسطينيين، وهذا عنوان اجتماعنا اليوم. يؤكد ما انتهت إليه محكمة العدل الدولية في حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإلى آخر القرارات الصادرة. فكيف يمكن لمن ارتكب هذه الجرائم والانتهاكات أن يطالب المجتمع الدولي بتأييد بند طارئ فقط قدم فقط لإسقاط البنود الأخرى؟ لذلك أنا أعتقد بأن ما تم فعله من قبل هذا الوفد لن يمر على فطنة الوفود الحاضرة، وأعتقد الرسالة يجب أن تصل واضحة إلى هذا الوفد برفض انتهاكاته المستمرة والدائمة، يكون عن طريق رفض البند الذي تقدم فيه. شكراً لك.